يا اهلا بحضراتكم عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. وطبعا كالعاده خطوه بخطوه الاحلام ممكن تتحقق. كلنا شفنا وتابعنا اداء رائع لمنتخب مصر امام كوت ديفوار وفوز مستحق طبعا بركلات الترجيح. النهارده عندنا ماتش مهم جدا وحاسم جدا للوصول لنصف النهائي، وزي ما بنقول يعني على طول ده ديربي عربي امام منتخب شقيق هو المنتخب المغربي المنتخب القوي. هنتكلم عن كل ما يتعلق بهذا اللقاء النهارده ان شاء الله مع الكابتن والدكتور محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق اللي طبعا بيسعدنا دايما بوجوده. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. بونجور يا دكتور. بونجور. حلو دكتور برضو تجديد كابتن 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 يعني طيب خليني اروح مع حضرتك قبل بقى ما نخش على النهارده والمباراه اللي اكيد فيها كلام كتير جدا. محتاجه اعرف من حضرتك، توقعت اداء منتخب مصر بهذا الشكل مع كوت ديفوار؟ لان ناس كتير جدا ومحللين قال لك لا احنا بصراحه هم عدوا التوقعات، احنا فعلا كنا منتخب مصر يوم ده او يوم كوت ديفوار، فرايك ايه؟ طبعا كنت متخوف، طبعا كلنا كنا متخوفين صحيح. الحقيقه بس كان عندنا امل كبير ان المنتخب يعني يعود للمستوى الحقيقي في مستوى الاداء الحقيقي ليه، والحمد لله خصم قوي الحقيقه فرقه ساحل العاج او كوت ديفوار، فرقه يعني كل لعبتها بتلعب في افضل الانديه على مستوى العالم الحقيقه، انما الحمد لله يعني ربنا وفقنا وكنا على مستوى المسؤوليه بس هم ضربونا ضرب هو مش صعب طبعا. لا كان في عنف يعني غير مبرر بصراحه طبعًا. يعني طبعًا. محمد شريف حتى لو هنقول اوكي دي كانت فعلا مش مقصوده، بس كان في لا كور كتيره جدا كانت مقصوده، يعني احنا شفنا يعني الحاجه كانت صعبه بصراحه. هو احيانا الحماس بتاع اللاعب بس ممكن يخليه ده عدى الحماس. هما كمان مع الطول والعرض والاجسام القويه انا هودي اي التحام هتحس ان في شبهه يعني حده متعمده، في حين ان هو الراجل هو ضارب الدولاب لوحده من غير حاجه هيعمل ايه؟ طبعا ولادنا كانوا عمالين يقعوا على الارض يا كريم. لا انا يعني حضرتك بتقول يعني كنا واثقين ان المنتخب هيعود، هل عاد المنتخب في راي حضرتك؟ عاد طبعا بقوه يعني بالكامل. بالظبط طبعا جميل. يعني ادانا امل وطموح ان احنا ان شاء الله نقدر ننافس على البطوله، وان شاء الله عندنا امل برضو نحصل عليها يعني ان شاء الله. لقاء النهارده بقى يعني نسبه الاحساس بالطمانينه جوه حضرتك بالمقرب نسبه القلق عامله ازاي؟ لا احنا في ظروف افضل، مستوى اللعيبه وصلوا لفورمه رياضيه كويسه جدا، التفاهم زاد الحقيقه والاصرار زاد وتحمل المسؤوليه، الجوانب طبعا النفسيه والتركيز من الناحيه الذهنيه اعتقد رجع بشكل كبير، وخصم منافس قوي طبعا. المباراه يعني نقدر نقول الفرص متكافئه للفريقين، والاكثر حظا اكيد هيكسبها، نتمنى ان احنا نكون اكثر حظا ان شاء الله. طيب احنا هنتكلم في تفاصيل كتير وهنتكلم في ارقام وحاجات زي كده، بس النقطه بتاعه عقده المغرب يعني دي مش اول مره هنسمعها، وفي ناس مؤمنه بيها جدا يقول لك لا مصر والمغرب احنا لازم بنخسر، انت بتشوف ده ازاي؟ ممكن نتيجه اللقاءات المباشره في تفوق لهم بنسبه كبيره، بس احنا سبع بطولات حصلنا. هل ده مؤشر بطولات؟ يعني هل مؤشر، هل اقدر اقول النتيجه ما بيني وما بين اي فريق تاني او منتخب تاني هو مؤشر ازاي هتبقى النتيجه في الماتش القادم؟ يعني هل ده بيبقى ليه دور بالنسبه للقاءات السابقه يعني؟ لا الظروف بتتغير طبعا، يعني انت بتتكلمي على تاريخ العشرات السنوات طبعا تاريخ العشرات السنوات الظروف بتتغير، انما انا بعتقد على الاقل الاخر 10 سنوات نقدر نحكم عليها احنا متفوقين بشكل كبير. البطولات اللي حصلنا عليها الثلاث بطولات مع الكابتن حسن شحاته اعتقد، وقبلها 98 وقبلها 86 وقبلها بطولتين، حصلنا على يعني مجمل البطولات اللي احنا حصلنا عليها سبع بطولات. المغرب حصل على بطوله واحده في 76 يعني من سنوات كبيره، انما مفيش شك الدول الشمال الافريقي متفوقه، فتحت الاحتراف بدري من سنوات طويله طبعا، فكل ماتشاتنا معاها بتبقى فيها نديه وبتبقى صعبه الحقيقه. طب أيوة. انت شايف يا كابتن يعني ماتش زي بتاع النهارده كده ونظرا لتقارب المستوى ما بين الفرقتين ونظرا لان الاثنين تاريخهم طويل وعريض وعريق وكل فرقه منهم يعني متسلحه بمجموعه من اللعيبه الدوليين، يعني ماتش زي ده بالكيفيه دي وبالمواصفات دي ممكن يبقى ماتش مقفول نتيجه ان كل فريق متحفظ ومتخوف من الفريق الثاني، ولا بالعكس هيبقى ضرب نار من اول لحظه في راي حضرتك؟ لا هيبقى مقفول اكيد، يعني الفرقتين كبار بيحترموا بعض على الاقل في النواحي الدفاعيه هيبقى فيه اهتمام كبير بيها، والمباراه تبقى صعبه يعني
مهمنا كتير ان الفرص اللي ممكن تجي لنا ممكن تكون قليله، وكذلك فريق المغرب بس تشتغل كويس. تشتغل كويس، هي دي نقطه مهمه جدا هتبقى حاسمه في اللقاء الحقيقه. انا بس عايزه اقول حاجه وبعض المعلومات كانت معلومه منهم عجبتني جدا بقى. القيمه التسويقيه، وانت بتحب الارقام اديني ارقام. القيمه التسويقيه للمنتخب الوطني بنتكلم 161 مليون و250 الف يورو، وفيما بتبلغ القيمه التسويقيه للمغرب هنا بقى اكتر حوالي برضو 220 مليون و200 الف يورو، بما معناه ان الفارق طبعا لصالح المغرب وبيفوق على مصر، هنا بنتكلم ب 58 مليون و950 الف يورو. هل ده برضو ممكن نقول يؤثر بشكل ما قيمه تسويقيه لمنتخب عن منتخب، ولا قصه لا تقاس بهذا الشكل؟ هي الارقام بتدي مؤشر طبعا، بس الارقام كتير يعني، احنا يعني عدد الحصول على البطولات ده رقم. التسويق او القيمه الماليه او التسويقيه للاعبين، الحسبه بتتحسب ازاي اصلا يا كابتن؟ يعني هل يعني من ضمن تفاصيل الحسبه دي اللعيبه الدوليه او المحترفين؟ هل من ضمن يعني ايه اللي بيخلي القيمه التسويقيه لفريق يفرق او لمنتخب يفرق عن منتخب تاني؟ اللعيبه مستوى اللاعبين، مستوى الانديه اللي بتلعب لها، تاريخهم في الاحتراف اعتقد يصالحهم، تاريخهم في عدد اللاعبين المحترفين في الخارج، اعتقد هم سبقونا بعشرات السنين. نعم، ده اللي بيعمل الفرق. طبعا طبعا طبعا، قيمه اللاعب كمستوى فني وقيمه النادي اللي بيلعب له، فكل اللاعبين على فكره. طب لو بنتكلم على القيمه، طب مش محمد صلاح لوحده يعني برضه المفروض يبقى محمد صلاح ممكن يكون اعتقد قيمته التسويقيه 100 مليون يورو او 100 مليون جنيه استرليني، يعني بيحوز يمكن على ثلاث ارباع التسويق بتاعنا يعني، نتيجه لادائه وتاريخه وانجازاته مع فريق ليفربول. هو اللي اقصده ان محمد صلاح لوحده ممكن يبقى قيمته التسويقيه تساوي 2 3 من اللعيبه اللي في الفريق المنافس. اكيد اكيد، المنطلق يعني ان هو حضرتك عارف طبعا الارقام يعني اللي هو بيساويها في بس هم غالبا كلهم محترفين الحقيقه وانديه محترمه الحقيقه. احنا عندنا برضو جزء كبير في عندنا لعيبه محليين، نسبه التسويق هتبقى كدوري مصري هتبقى اقل، فلما تيجي تعمل المجموع كل ككل لا اكيد هي القيمه التسويقيه هتكون في صالح فريق المغرب، بس احيانا دي ما بتبقاش مؤشر 100% للمستوى الفني، ممكن يكون لاعب محلي تسويقه بسيط انما بيمثل قيمه. يعني احنا عندنا مثلا حراسه المرمى مثلا محمد الشناوي ومحمد ابو جبل، اعتقد ما يقلوش عن اي حارس مرمى محترف بالنسبه للمستوى الافريقي. ما هي دي النقطه اللي كنت لسه عايز اروح مع حضرتك فيها، لان احنا وانا وكريم قلنا ده وناس كتير اتكلمت في النقطه دي، كلنا خفنا قوي بعد ما الشناوي خرج بصراحه، وقعدنا نقول يا نهار ابيض المباراه كده خلاص باظت وبتاع. نزل ابو جبل ادى اداء جميل ومحترم جدا جدا، فبرضه يعني بتشوف ازاي فكره ان انت لا انت بقى عندك اكتر من حارس مرمى للمنتخب ولا يقل عن بعض تقريبا يعني، فحاجه او كان مشهد حلو بصراحه. اكيد اكيد، يعني هو الفرق الكبيره اللي بتحصل على البطولات سواء على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات لازم البديل، لازم يكون البدلاء دول اللي انت بتحتاجهم في اوقات في اصابه او في انخفاض مستوى لاعب، لازم البديل يكون ند للاعب الاساسي ومستوى متقارب او قد يكون متساوي. واذا كنا عايزين نحصل على بطولات سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي مهم جدا دور البديل، ولازم تكوين الفريق واعداد الفريق بيبقى الاهتمام بكل اللاعبين. يعني انا جت في ذهني دلوقتي في 84 كان عندنا دون ريفي كان مدير فني انجليزي من المدربين العظماء الحقيقه، كان بيدرب منتخب انجلترا، كان بيهتم بالعناصر المصابه والبدلاء يمكن اكتر من اللعيبه الاساسيين، وده حاجه كويسه يضمن الجاهزيه بتاعته، يبقى كل اللعيب جاهز يا احمد، وده الصح، ده المنطقي كمان طبعا. طيب هو الاحساس اللاعب الاساسي ان متواجد لاعب بديل ليه على مستوى عالي بيبقى في تنافس، روح تنافس وده بترفع المستوى، لو اثر عارف ان هيتغير في لحظه. بالظبط بالظبط، فدي نقطه مهمه. كل الفرق اللي بتحصل على بطولات اكيد، ودي ميزه احنا بناكدها في النادي الاهلي يعني أكيد. طوال تاريخه حراسه المرمى بقول على سبيل المثال بس يعني طبعا. يعني انا متواجد في بدايه الثمانينات كان موجود بقى الله يرحمه كابتن ثابت كابتن اكرامي والكابتن احمد شوبير، يعني شوف كلهم كان اسامي يعني كبيره جدا في نفس التوقيت. وعلى فكره كل مراكز اللعب كده
وبعتقد برضو احنا عندنا فرصه كويسه يعني. برضو جه في ذهني يعني الجانب الايسر بتاع المهاجم بتاع منتخب مصر حاليا، بص في كام لاعب يعني بيلعب عمر مرموش وفي رمضان صبحي وفي احنا مشكلتنا الظهير الايمن مش الايسر، لان الظهير الايمن عندك اشرف حكيمي فاشرف حكيمي يمكن افضل ظهير ايمن موجود في العالم. خلينا برضو نتكلم بواقعيه يعني. وهيقابل احمد فتوح، فبرضو يعني الدنيا ممكن تبقى مقلقه شويه يعني. هو المواجهه هو طريقه تكتيكه يعني هو بيلعب حتى في العمق يعني، بيلعب ظهير وبيلعب جناح ولاعب وسط وبيشترك في العمق ومميز جدا في احرز كورتين ثابتين، مميز جدا الناحيه الدفاعيه عنده هايله. انا شايف انا رايي الشخصي حاليا من افضل اللاعبين في العالم يعني، مش في مركزه انا بتكلم بشكل عام على مستوى المركز. تعال نرجع برده لماتش كوت ديفوار مره ثانيه عشان برده نحاول نستنتج بموجبه ايه اللي جاي هيبقى عامل ازاي. من ضمن الامور اللي كانت لطيفه من وجهه نظر كتير قوي من الناس اللي تابعت الماتش، وده ما كانش حاصل قبلها بفتره طويله الحقيقه، فكره التنظيم الدفاعي لمنتخبنا. انا بتكلم على منتخب مصر، كان في تنظيم دفاعي ملموس الحقيقه في لقائنا مع كوت ديفوار، وجود ثلاث لعيبه في النص قافلين الدنيا ومسهلين ماموريه الديفندرز الى حد كبير. تعتقد نفس الامر هيتكرر في لقاء النهارده، ولا طبيعه المنافس هتجبرك على تغيير التكتيك اللي هتلعب بيه؟ لا هي اصل هي يعني الحاجات الاساسيه كتكتيك من ناحيه الكوره مهم جدا، الارتداد من ناحيه الدفاعيه الارتداد يكون بسرعه والتنظيم يكون في اقصى سريع. يعني هي في تنافس في سرعه الاداء ما بين التحول من الدفاع للهجوم او من الهجوم ارتداد للدفاع. اللي هيقدر يأديها بشكل قوي وبكفاءه وبدقه اعتقد هيبقى ليه يعني فرصه كبيره ان هو يقدر يعني الحته دي متميزين فيها فرص كتير. متميزين المغرب في هم سرعه اداء اللعب سرعه الارتداد بالظبط عندهم الحته دي هم وشمال افريقيا كلهم عموما طبعا. هم عندهم ثقافه رياضيه كويسه جدا. التكتيك حتى من التكتيك الكروي عندهم سابق حتى كل افريقيا الحقيقه. بس طبعا الظاهره اللي موجوده دلوقتي اصبحت كل الفرق بتتقابل عندها هدف وطموح، والفرق في المستوى يعني فعلا البطوله دي اثبتت ده بشكل كبير يعني شفناها حقيقه. مفيش مباراه سهله ومفيش مباراه سهله ومفيش مباراه اول مره حتى. واعتقد جامبيا برضه اول مره كان عملوا شغل بالزبط لطيف جدا. خروج الجزائر من الدور الاول تتزايل الترتيب في المركز الرابع وغانا ودول من افضل خمس فرق في والكاميرون هنا فكرة تأهل الكاميرون برضو ناس كان عندها علامات استفهام وتقال إن هي في يعني مجاملات تحكيمية برضو. أنا عايز أخد وجهة نظر حضرتك في ده يا دكتور يعني لا. هل بتشوف إن فعلا زي ما بيقال ويكتب إن كاميرون فعلا فازت في أكتر من نقطة وأكتر من ماتش بسبب يعني المجاملات التحكيمية فعلا أو الأخطاء خلينا نسميها؟ ما يقدرش، ده مؤكد يعني قد يكون في ظنون يعني من النقطة ديت، انما مش مؤكده يعني مش شايف حاجه فرقت في بس هو المشكله بتاعت مباراه جزر القمر اللي هي قالك 11 لاعب ولا 10 عندهم كوفيد قبل المواجهه مع الكاميرون دي برده كانت غريبه شويه بصراحه. ثلاث حراس مرمى كان عندهم كورونا للاسف، واضطر باك ظهير ايسر هو اللي في ظاهره غريبه جدا جدا من نوعها صح، وصمدوا الحقيقه وخسروا نتيجه بسيطه يعني 2-1 لصالح الكاميرون يعني. انما بعتقد في ناحيه بس انا رايي الشخصي مركز حراسة المرمى ده مهم جدا جدا. انا فاكر كان في مواقف سابقه زي كده كان في اعتقد حصل اكتر من اصابه في حراسة المرمى لاحدى الفرق يعني، ودوم يعني اصدروا قرار اللجنه المنظمه ان هم يستدعوا حارس مرمى جديد. انا كان المفروض يعني يتيحوا لجزر القمر ان هو يعني ما فيش حارس ازاي يبقى لاعب كوره يلعب، ده كانت موقف صعب جدا ده طبعا. كان مشهد حزين بالظبط ولزق الرقم بتاعه على التيشيرت يعني كانت حاجه وحشه بصراحه، صعبه جدا. فمهم جدا اعتقد لازم يكون في اي بطوله المركز حراسه المرمى يبقى فيه مرونه شويه ان يقدر يعني في حاله اصابه اكثر من لاعب او اكثر من حارس مرمى في فريق واحد يعني يقدروا ان هم ممكن ويا ريت على مستوى الانديه على مستوى الانديه كمان ده مهم جدا بالظبط. المركز صعب يتعوض ان النسخه دي تحديدا من امم افريقيا شفنا فيها العجب العجاب يعني فيها حاجات غير مسبوقه وغير متوقعه وبجد من الغريب ان هي تحصل في بطوله كبيره زي كده. اغرب الامور اللي حضرتك وقفت عندها ايه من اللي حصل ابتداء من الكور المهويه اللي كان فيها اللقاء الافتتاح مرورا بنوعيه الارض اللي بيتلعب عليها الماتشات الملاعب عامله ازاي
في هرجله تنظيميه عدم حضور كيروش للمؤتمر الصحفي عشان الزحمه. ده لسه امبارح. في منتخبات كتير قوي اشتكت من سوء التنظيم ومن سوء ومن تفرقه كمان، يعني قال لك في المنتخبات الكبيره بتقعد في اوتيلات كبيره بصلاحيات كتيره، لكن الناس اللي هم مش كبار قوي اتعاملوا معامله مش لطيفه. في فعلا فرق كتير اشتكت من سوء المعامله او في يعني تفاوت في التعامل. لاحظنا احنا طبعا ملاعب مشكله كبيره وتسببت في اكتر من اصابه. اللعيبه دي معظمها بتلعب في دوريات كبيره على مستوى كبير، وممكن يبقى في عقوبات على الكاميرون باي حال من الاحوال بعد انتهاء البطوله دي. لا ما اعتقدش، مش كده يعني، هتبقى مجرد بس برطمه المنتخبات المتضرره وخلاص. ما اعتقدش الكاميرون يعني ما كانش الاستعداد ما كانش جدي، في مشكلات في الملاعب، مشكلات في الاقامه، دي احنا عايشينها واكتر من فريق الحقيقه اشتكى منها. دي حقيقة. قدرت على استضافة 24 فريق. ده في منتخبات كانت بتقعد ست لعيبة في أوضة، حضرتك أكيد سمعت عن حاجة. أيوه زي أيوه كده. أيوه. فيعني إحنا بنهزر ولا إيه؟ لا، ما حاجة برضو محرجة، حاجة محرجة الأخيرة للبطولة. للحظات الأخيرة كان في مشكلة إنها كانت ممكن تنتقل أو تتلغي، وكان في مشكلة كبيرة. لا، هي الإمكانيات في أفريقيا برضو نقدر نقول، بس المفروض كل فرقة بتعرف قبلها بسنوات بتعمل اعداد. احنا على فكره عملنا البطوله عندنا قبلها، يعني عرفنا ان احنا ننظم قبلها بست اشهر وبرغم بس امكانيات مصر طبعا امكانيات دوله كبيره وامكانيات على المستوى الافريقي يعني الحقيقه، انما نتمنى التنظيم يكون افضل. 2019 طبعا متنظمه كويس. طيب احنا هنستاذن حضرتك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا معاك. اتفضل. طب احنا لسه كلامنا ما خلصش مع كابتن محمود، وعايزين نروح لسه لنقاط اعتقد مهمه، يعني ممكن نروح لكيروش شويه نتكلم. حديث عن كيروش لا ينتهي، بس كل مره بيبقى فيه كلام جديد، لان مؤخرا الكلام اللي حواليه ابتدى يتقال شويه بشكل ايجابي. كيروش بدا ان هو يستمع، كيروش بدا ان هو يقلل من حده العند عنده، كيروش بدا ان هو يعمل انخراط مع يعني اسمهم ايه اللعيبه نفسهم، لا مش اللعيبه، جهاز المعاون. ففي تغييرات لا وواضحه مع كيروش. طيب بتشوف ده ازاي، وايه اصلا النتيجه ورا هذا التغيير لو حضرتك ليك وجهه نظر؟ اتفضل يا دكتور. لا، في البدايه يعني لما تيجي نقيم تاريخ المدير الفني اكيد تاريخ كبير، يعني اكيد هو على مستوى دي فني. ماشي، دي أكيد نقطه مفروغ منها. البدايات اعتقد برضه هو جه في وقت ضيق، بتبقى محتاجه وقت، خصوصا احيانا المدير الفني بيتولى المسؤوليه ولسه بدري قوي على المباراه الرسميه، دي بتدي له فرصه اكتر، انما الوقت كان ضيق بالنسبه له، جه لعب مباراه رسميه ما يكون مدرب اجنبي خبرات كبيره ومعاه فريق كبير. طبعا يعني طبعا ما كانش ينفع نشوف اللي احنا شفناه ده. ما بتحصل برضو، مش عايز اقول كلمه يعني هي معبره درباكه شويه عند اللاعبين وبعضهم وفي العلاقه والتفاهم وما كانش في تفاهم ابدا في الاول كمان معاه. تقييمه للاعبين برضو محتاجه وقت، فانا بعتقد هو جه في ظروف صعبه، واحنا الحمد لله يعني اعتقد هو دلوقتي بيقدر يوصل للتشكيل الافضل، بيقدر يلعب بالطريقه المناسبه لينا لتتناسب معانا وتتناسب مع المنافس، المستوى الفني زاد، فرقه كوت ديفوار فرقه يعني مستوى غير طبعًا طبيعي، بيلعبوا في انديه عندك ناس في باريس سان جيرمان وتشيلسي وحاجات يعني مستويات عاليه جدا، لعيبه مستوى ممكن المستوى الاول على مستوى العالم يعني كتقييم يعتبروا يمثلوا او تقييمهم مستوى اول. المباراه ما كانتش سهله، قدرنا نتفوق عليها، انا بعتبر دي بدايه جديده ان شاء الله، ودي البدايه الحقيقيه وده المستوى الحقيقي لمنتخب مصر. هي جت متاخر شويه البدايه بس ماشي بس بالظبط احسن من ما فيش. كويس انها جت بالظبط، يعني احمد ربنا. اللغه برضو بتبقى عائق شويه في البدايه. يا دكتور محمود بقى والنبي، انا مش مقتنعه بقى بالنقطه دي. الا اللغه، ما كل اي مدير فني اجنبي هيجي وهيترجم، موسيماني بيترجموا له يعني، ما لا اقول مانويل خوسي كنا بنترجم له، فانديه في اوروبا بيترجم لها يعني. لا احنا مرينا بالظروف دي الحقيقه، مهم جدا يعني جات لنا قبل كده، ما مش عايز اقول يعني الموقف بالظبط اشرحه، انما جه مترجم لبعض المدربين الاجانب. لا يعني ما الاحساس ما بيوصلكش انت يعني، بس احنا واخدين على كده، دي لعيبه محترفه يعني. لا مش الاحساس للاعب بقيمه الكلمه، الترجمه فيها اختلاف شويه، الكلمات مش بنفس المعنى، مش بنفس الروح،
يعني بيتكلم بحده ولا بيتكلم بهدوء، الاحاسيس دي ما بتوصلش. هو مبسوط ولا دي نقطه مهمه؟ نقطه مهمه، لا دي نقطه مهمه جدا، متفق مع حضرتك وموجوده عند اي مدرب وطني كان هيكلف بهذه المهمه، لكن احنا ما جبناش المدرب الوطني وجبنا مدرب اجنبي صاحب تاريخ طويل. مش اول مره يعني، مش هنقف بقى عند عائق اللغه يعني. لا بقول دي جزء يعني من احيانا لا بعد فتره بتبقى خلاص. لا هي طبعا ليها اهميتها، انا مش هي بعد فتره بتنتهي يعني او شبه بتنتهي. اصل هو لما المدرب يعوز يصغر للعيبه هيصغر لهم، ملهاش علاقه باللغه. معلش يا دكتور محمود، لا انا ما توصل للمترجم وديل انا مستني يا دكتور. انا مش فاهم معلش، هو المنتخب ده مين؟ اهلي، زمالك، بيراميدز، فيوتشر يعني ثقافين يعني. لا 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 مش ده قصدي يا فندم، قصدي ان كل الانديه دي المديرين الفنيين بتوعهم اجانب وبيترجم لهم يعني. لا انا بتكلم على الشخص نفسه. لا ما هو ايه اشمعنى الشخص نفسه؟ ما لا. كل واحد من المنتخب جاي من النادي بيترجم ليه في النادي بتاعه يعني، ما هواش حاجه جديده. هو ان انا كابتن بيقول لك ان الترجمه حتى لو المترجم احسن الترجمه برضو مش بنفس. ايوه بس هم جايين من نوادي كده اساسا وضعها ماشي، هو خد يعني التجربه مع مدربين، بس ده المدرب ده جديد، هي بعد فتره مش بتتلاشى 100% بس ما تبقاش مشكله. طيب يعني قبل ما الوقت يسرقنا عشان احنا عندنا فاضل دقيقتين وانا عايز اتكلم مع حضرتك في تفصيله كده، التفصيله دي لوحدها لو احنا بنحسن استغلالها المفروض تفرق معانا كتير. فكره ان محمد صلاح لما بيكون بيلعب في اي لقاء الفريق المنافس ايا كان مين هو بيعين له اتنين كده ماشيين معاه زي ظل، وفي بعض الاحيان ثلاثه، ازاي بقى المفروض نحسن استغلال التفصيله دي؟ هو مفيش شك كلام حضرتك مظبوط طبعا، بقى وجود محمد صلاح بيمثل قوه وقيمه كبيره جدا وتهديد وضغط عصبي ونفسي أيوة. على المدافعين خصوصا في الكرات المرتده، في طبعا. سرعته في مهارته اكيد يعني. هو مكسب من ناحيتين، لو احسنوا السيطره على محمد صلاح هيكونوا فتحوا لنا فرصه كافيه لبقيه اللعيب، لو لم يحسنوا صلاح هيولع الدنيا اكيد. ولما بتوصل لصلاح اكيد بيمثل خطوره. وعلى فكره دور محمد صلاح بس مش في الاداء الفني، انا حاسس بوجوده دلوقتي كناحيه نفسيه، لامي من اللعيبه، هو الكابتن، شخصيه قياديه، اللعيبه بتقدره وبتحترمه، كلمته مسموعه، عنده خبرات كويسه، بقى له 10 سنين تقريبا محترف، كل دي يعني كانه كوتش في الملعب. ودي انا صحيح. بقولها انا ارجع بالذاكره، ما بديت انا المجموعه بتاعتنا زمايلنا نلعب مع بدايه التمرينات في الفريق الاول، انت بتلعب مع كوتشات يعني، واقف مثلا الكابتن الكرام ولا الكابتن ثابت حرس المرمى كوتش، والكابتن الخطيب قدامه، وكابتن مصطفى عبده كان كابتن الفرقه كوتش، ده كل اسم شخصيه مهم جدا. العناصر كل مكان العناصر الفريق عندها شخصيه قياديه، الكباتن الكبار اكيد دي بتلم الفرقه اي مشاكل بتتحل وبتدي اللعيبه ثقه ودورهم يعني، وده نجاح النادي الاهلي ونجاح كل فرق. عايزين نقول يا رب ويبقى وش حضرتك حلو كده معانا، احنا هنربط بقى النتيجه يعني بوجود حضرتك معانا ان شاء الله. نورتنا يا كابتن والله، نورتنا واسعدتنا، بنشكر حضرتك على وجودك معانا جزيل الشكر. وهنطلع فاصل يا حضرات، وبمجرد العوده من الفاصل في ملف مهم جدا تاني اعتقد انه يهم تحديدا كتير جدا من السيدات، هتفتح نهاوند الملف ده مع دكتوره دينا ابو السعود وحوار حول صحه الشعر والبشره في تاني واخر فقراتنا الحواريه.